دلوقتي كمان جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 26 من دوري المصري وجوله الاياب لدور الثمانيه من دوري ابطال اوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة المالية بتواصل صرف مرتبات شهر إبريل 2023 للعاملين بالدولة ولموظفي 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية. النهاردة هيتم طرح 22 محل تجاري بمساحات تتراوح ما بين 26 متر ل 1300 متر و 8 مخازن بمساحات تتراوح ما بين 26 متر و 40 متر بمركز مارينا العالمين السياحي بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 26 من عمر المسابقة، هيلتقي أنبي مع أسوان الساعة 9:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع الداخلية. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين في إطار مباريات العودة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، هيلتقي نابولي الإيطالي مع إي سي ميلان الإيطالي الساعة 9 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي ريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي.